دلل كرشك من التنين للجمعة الساعة 10 صباحا بتوقيت بيروت وبإعادة 5 المساء. معي أنا شيف شادي زيتوني من شركة 10 على 10 على راديو تموز الإلكتروني. شركة 10 على 10 متخصصة في تطوير مفاهيم غذائية جديدة، إنتاج عروض الطبخ، إنشاء القائمة وتكلفة الغذاء، تقديم دورات تدريبية، تطبيق الفيديو المحمول الغذائي، تنظيم تعزيز الأغذية، تصوير فيديوهات الطعام، استوديو الطهي، العلامة التجارية الكاملة، مطبخ وخلفية التصميم والعمليات، تنفيذ القائمة والتذوق، بناء قدرات الموظفين، توحيد الوصفات القائمة والتدريب ميزان بلاس، الموارد البشرية، إجراء المقابلة والتوظيف والجدولة، تحديد المواقع في السوق F&B. 10 على 10 سهيلي الطريق العام N57 كسروان 00961923103 00961321970 ايميل info@chefcz.com www.chefcz.com. أحبائي أصدقائي متابعين راديو تموز، أهلا وسهلا فيكم اليوم بحلقة ممتعة جديدة بتعقد بتجنن، وصفة جديدة بدلل كرشك مع الشيف شادي، وعنوان وصفتنا لليوم الكل رح يحبوها، الكوردون بلو. والكل بيحبوها الطبق شو ما كان يكون، بأي حشوة ممكنة كبار وصغار، والطبق العالمي صار موجود بكل المطابخ. طيب قبل ما أعطي وصفتي أنا لليوم، خلوني أعطي كم مثل أو كم حشوة، أوكي ما ركبت معنا الجملة، أوكي كم حشوة للكوردون بلو. أولا الكوردون بلو ممكن نعمله من صدور الدجاج، الكوردون بلو ممكن نعمله من الدجاج المفروم، من الديك الرومي إن كان الصدر أو مفروم، فينا نعمله من أي شرحة من اللحومات، يعني من أنواع اللحومات، البقري كمان، الغنم أو غيرهم أو غيرهم، أو العجل، أوكي الفيتلو يعني. وفينا كمان أي نوع من اللحم المفرومة، يعني فينا نفرمها مثل البرجر اليوم بطريقة حلوة ونسكرها نعملها بني، وهون منقلي أو منشوي. هلأ منحكي عن الموضوع. طيب ممكن يكون الكوردون بلو مع الموتزاريلا والديك الرومي المدخن، ممكن مع اللبنة واللحم المفرومي، ممكن مع الموتزاريلا والزعتر، ممكن مع صلصة الجواكامولي يعني الأفوكا والتشيدر، ممكن مع اللحمة والصنوبر وجبن العكاوي، ممكن مع السبانخ والريكوتا، موتزاريلا وحلوم. يعني أفكار كتير اليوم. هلأ نحن بس واحد هيك قلنا كوردون بلو، نقعد دغري منفكر أنه موتزاريلا وجامبون، هيدا مش صحيح. أو دغري منفكر أنه دجاج، كمان هيدا مش صحيح. مثل ما قلت أوكي، هي عبارة عن شقفة من اللحم أو شقفة من الدواجن رقيقة مسكرة، الرقيقة بعدين منحشيها منسكرة. هون بس نسكرها فينا نشوي من دون ما نمرقها بالطحين والبيض والكعك ونقلي، يعني فينا نشويها فينا نقليها أوكي، وفينا كمان نحطها بالفرن. كمان طريقة القلي ممكن تكون طريقة قلي بالزبدة مع شوية زبدة، أو ممكن تكون مع الزيت كيف منقلي بطاطا أو غيرهم. طريقة البانيه اليوم ممكن نغطها بمرقة الدجاج إذا عملناها دجاج، أو مرقة اللحمة، بعدين بالبيض، بعدين بالكعك المطحون أو بالخبز المطحون أوكي، أو بالتيمبورا أو بالكورن فليكس أو بالكينوا كمان المقرمشة أو غيرها، ونجي نقلي. كيف بتتقدم؟ ممكن نقدمها مثل ما هي شقفة وحدة والشخص هو بيقطعها وبيأكلها، ممكن تتقدم ومقطعة ترونشات حلوين، وممكن كمان الكوردون بلو تتقدم بقلب ساندويتش وغيرها وغيرها وغيرها. عم بعطي بعض الأفكار تنقدر هيك بس نوسع الفكرة أكتر وأكتر. اليوم بالنسبة لوصفتنا لليوم كان سألوني كمان سؤال، طيب كيف اليوم فينا
نستعمل الأجبان الطرية، يعني مثل الجبن البيضة القابلة للدهن، مثل ما حكيت قبل شوي صغيرة اللبني، مثل الريكوتا، مثل المسكربوني، ونحشي فيها الكوردون بلو، لأنه العالم كله متعودين وبتكون بتكون شريحة من أوكي الجبن، وبقلبها في أو مورتاديلا أو جامبون أو غيره. طيب كيف ممكن يصير؟ بتعملوا أي حشوة بتكون، حشوة لحمة مع صنوبر مع جوز مع لوز مع بندورة، أي حشوة من اللحومات أو الدواجن أو الأسماك أو الأريديس أوكي أو السيفود، شو ما بتكون أوكي. نعم سيفود، يعني اليوم في عنا كوردون بلو محشي بقلبه ثمار البحر، أبدا مش عجيبة كيف اليوم بناكل البايلا او الجمبلايا الدجاج مع السجق مع السمك كله بصحن واحد. صار كمان اليوم عم بيصير في خلطات بين الدجاج او الدواجن والاسماك. اللي كنت بدي اقوله انه اليوم نحن عنا اوكي هالافكار كتيرة من الكوردون بلو، واذا جينا نحن خلطنا وعملنا حشوة، من بعد ما نخلص هيدي الحشوة بننطرها تبرد اوكي، وهون منجيب اي نوع من الجبن الطرية، يعني جبنة نقول ملعقتين ما منكتر، منحط نحنا ومنخلط نحنا هاللحمة نقول او الدجاج او السمك او غيرهن. طيب هلأ ممكن السؤال هون، طيب شو اللي بده يخلي اوكي هالحشوة تمغط؟ اكيد الجبن البيضة القابلة للدهن ما بتخلي اوكي الحشوة تمغط، هون مندخل كمان بالحشوة شوي صغيرة من الاجبان اوكي، مثل العكي وتشيكي، مثل التشيدر، مثل الموتزاريلا وغيرها وغيرها وغيرها. بهالطريقة منلاقي انه عنا حشوة مميزة في بقلبها من الجبنة المغطى. اليوم وصفتي رح تكون ارمنية اوكي، فيكن بلشوا تكتبوا قدامكن كوردون بلو على الطريقة الأرمنية. لأربع أشخاص بدنا حوالي أربع صدور من الدجاج، كل صدر حوالي 200 جرام، بدنا من الطحين حوالي 125 جرام، من الزبدة 3 ملاعق 40 جرام، من الكعك المطحون كوب واحد 150 جرام، من جبنة البارميزان المبروشة 2 ملاعق كبار، بسطرمة، يا سلام على حشوة الكوردون بلو اوكي بالبسطرمة، بدنا حوالي 8 شرايح جبنة حلوم، 8 قطع سماك حوالي، يعني اوكي فينا نقول يعني 70 جرام 80 جرام اوكي، يعني كل قطعة خلينا نقول شي 10 جرامات اوكي او 20-15 جرام حسب القطعة. أفوكا بدنا 200 جرام حوالي حبتين، بيض بدنا 2، زيت للقلي حوالي 2 كوب حوالي 500 ملي، ملح، فلفل، توابل، فلفل حلو، مسحوق الثوم، هيدا كله فينا نستعمل أي نوع من التوابل. شو بيصير عنا هون؟ صدر الدجاج بالسكين منحاول ندخل بطريقة باراليل مع الطاولة، يعني منحط إيدنا نحنا على الصدر ومنجيب السكين من نيمه ومنحطه بنص السفينة خلينا نقول، ومنمشي على مهلنا السكين وما منقطع السفينة، منخليها معلقة ومنقلبها بتصير السفينة مثل الفراشة. هون بدنا ندقها، منجيب ورقتين من النايلون اوكي او فينا نسميهن ورق الخشخاش، منحط واحدة تحت وبعدين سفينة الدجاج او صدر الدجاج، واحدة من فوق مندقها قد ما فينا تكون رقيقة. الحشوة هون عنا البسطرمة وعنا الحلوم وعنا الأفوكا، يعني منيجي شو منعمل، منحط أربع أوراق من شو اسمه البسطرمة حد بعضهم أوكي. إذا بدنا نعمل كوردون بلو لشخصين، لأنه ممكن الكوردون بلو اليوم ما تتقدم بس لشخص واحد، مثل ما ذكرت أنا قبل أنه ممكن كمان الكوردون بلو نجي نحن نشرحها ونقدمها. سو هون نحن إذا عم نعمل لشخص واحد منجي نحن بناخد شرحتين، منحط بقلبهم شقفة من جبنة الحلوم وشقفة من الأفوكا ومنغلفها، يعني منبرمها، منلاقي أنه البسطرمة خبت جبنة الحلوم.
عجنب هون نحن منكون خالطين من الكعك المطحون مع جبنة البارميزون الملح والبهار والتوابل والفلفل الحلو مسحوق التوم وين هيدا كله بالخبز المطحون. لكن صار عندنا الطحين البيض هون منخفقهم كمان بالشوكي عندنا بيضتين صار عندنا الخبز المطحون مع البهارات مع البارميزون وصار عندنا السفينة الدجاج المدقوقة المحشية من البسطرمة والحلوم والأفوكا. هون نحنا في عنا شغلة منقدر انه الزبدة نحطها على صدر الدجاج يعني صدور الدجاج بس نحطهم حط بعضهم منجيب نحنا من الزبدة ومنمسحها شوي صغيرة هيدا من سر من الأسرار يعني بهال 30 جرام أو 40 جرام الموجودين بقلب الوصفة هيدا واحد. اثنين إذا ما بدنا نعمل هيك فينا ندوب الزبدة ونضيفها بس تبرد شوي صغيرة على البيض. الزبدة بتعطينا طعم كتير كتير طيبة مش إجباري بس حبيت أعطي هالمعلومة. من بعد لكن نحن ما منكون سكرنا صدور الدجاج منمرقهم بالطحين بعدين مننفضهم شوي صغيرة منروح على البيض من بعض البيض على الكعك المطحون مندقهم مزبوط منحاول نعطيهم الشكل الحلو. الزيت بده يكون حامي منسقطهم بالزيت منقليهم من الميلتين ومنقدمهم وألف صحتين. وإن شاء الله الأفكار اللي عطيناها اليوم للكوردون بلو تكون مفيدة للجميع. مثل العادة بكرة حلقتي رح تكون بعد أجمل من اليوم. باي. شركة 10/10 متخصصة في تطوير مفاهيم غذائية جديدة، إنتاج عروض الطبخ، إنشاء القائمة وتكلفة الغذاء، تقديم دورات تدريبية، تطبيق الفيديو المحمول الغذائي، تنظيم تعزيز الأغذية، تصوير فيديوهات الطعام، استوديو الطهي، العلامة التجارية الكاملة، مطبخ وخلفية التصميم والعمليات، تنفيذ القائمة والتذوق، بناء قدرات الموظفين، توحيد الوصفات القائمة والتدريب ميزان بلاس، الموارد البشرية، إجراء المقابلة والتوظيف والجدولة، تحديد المواقع في السوق F&B. 10/10 سهيلي الطريق العام N57 كسروان 00961923103 00961321970 ايميل info@chefcz.com www.chefcz.com. دلل كرشك من التنين للجمعة الساعة 10 صباحا بتوقيت بيروت وبإعادة 5 المساء معي أنا شيف شادي زيتوني من شركة 10/10 على راديو تموز الإلكتروني.